وفي إطار استعراضه رؤية واستراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتوقع تجاوز معدل النمو الإجمالي نسبة 6% بنهاية العام الحالي. أشار مدبولي إلى البدء في تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها في المؤتمر الصحفي العالمي، وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى قيام الدولة بوضع رؤية واضحة لتحرك مختلف القطاعات في إطار وثيقة ملكية الدولة. توقعاتنا ان احنا ان شاء الله هنتجاوز 6% كمعدل نمو اجمالي في خلال هذا العام المالي. كل ده بيدي رسائل مهمه جدا ان احنا كدوله اقتصادنا ديناميكي ومرن وقادر على النمو. احنا يمكن اتخذنا خطوات مهمه بالحقيقه بناء على توجيهات فخامه الرئيس، ويمكن دي كانت في شهر رمضان الماضي. الدولة المصرية يعني الحكومة عملت مؤتمر صحفي عالمي أعلنت عن مجموعة واضحة تماما من الخطوات اللي هنتخذها في خلال الفترة القادمة، وبالفعل بدأناها بتنفيذها. أول شيء الحقيقة احنا أعدينا وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودي يمكن وثيقة شديدة الأهمية إنها بتوضح للعالم كله وللقطاع الخاص دور الدولة ورؤية الدولة لدورها في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. هدفها الرئيسي تشجيع مرة أخرى عودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، بحيث تزيد نسبة مساهمة الاستثمارات القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 30% حاليا إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال 3 أعوام.